الفريق اليوم. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وعام سعيد، عام جديد، عام سعيد على كل الاهلاويه باذن الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب وكل مصر بخير والنادي الاهلي والاهلاويه بخير دائما ابدا ان شاء الله. خلينا نسمع منك تفاصيل من خلال متابعتك لتدريبات الفريق اليوم واهم الامور اللي لفتت انتباهك وعايز تتوقف او تعرضها على الساده المشاهدين. خليني اقول لك ان النهارده كان التمرين الساعه 4 عصرا، يمكن الجهاز الفني كان موجود من بدري جدا، يمكن حوالي الساعه 1 ظهرا، يمكن قبل كده كمان كان حريص ينزل ارض الملعب هو وجهازه، يخش غرف اللبس، يشوف الاستشفاء، مكان الاستشفاء، يشوف الجيم، يشوف كل كبيره وصغيره تخص فريق كره القدم. حرص في اجتماع مع الجهاز الفني، طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، كل الجهاز، كابتن طارق سليمان، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري بالكامل. عقد جلسات كثيره جدا، يمكن الساعه 4 الا ثلث كان نزل ارض الملعب ومعاه باقي الجهاز، قعدوا حوالي ثلث ساعه مجتمعين في ارض الملعب. الساعه 4 عصرا كان في نزول اللاعبين، عمل اجتماع حوالي معاهم 5 دقائق، اتكلم فيها عن ان كل ليه فرص التواجد في الفتره القادمه، ان هيتابع كل لعيب، وبدا بالفعل يتابع من فتره كل لعيب، وعنده تكوين شخصي كده لكل لعيب، مش هيظلم حد. اللي هيجتهد في التدريبات هيكون ليه تواجد في التشكيله الرئيسيه، ايا كان مستواه، ايا كان سنه، ايا كان اسمه، مش هيلتفت لكل ده، هيلتفت الى الملعب، الى التدريب. هو هنا عايز يوجد حافز وحاله من التنافس بين كل نجوم الفريق في الفتره الجايه. مظبوط، وبالفعل يمكن الجلسات اللي بدات سريعا، يمكن نشرت مع الكابتن عبد الحفيظ يمكن 5 دقائق لوحديهم بيتكلموا، بعد كده هو الكابتن عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن محمد يوسف مع رمضان صبحي الوافد الجديد اللي كان النهارده لظهور الاول في النادي الاهلي، يمكن المعجبين حدث ولا حرج. التمرينه كان ليها شكل خاص النهارده، الكل كان بيتهافت على اخذ الصوره سيلفي مع رمضان صبحي النجم المحترف طبعا اللي كان موجود النهارده في التمرين وتالق بشده كبيره. يمكن كان في جلسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف معاه استمرت يمكن حوالي 5 دقائق، بعد كده لاسرتي احد برضو اتكلم معاه، اجتماع مع لاسرتي كان حريص يقعد مع محمد هاني في الملعب حوالي 3 دقائق مع وليد سليمان. يمكن الراجل بدأ بدري قوي، الراجل شكله لم فعلا او بدا يستكشف كل لعيب، بدا يعرف حاله دوت، بدا يعرف مين راجع، بدا يعرف مين في المنتخب، مين يعني شكل الراجل عن تكوين لكل لاعب. طيب احنا عارفين معلش شريف طبعا في نقاط معينه بس يعني هسالك عنها خلال استماعنا لكل ما تابعته واهم ملاحظاتك عن التدريب اليوم. طبعا احنا متعارف دائما ابدا على مدى جديه نجوم ولاعبي النادي الاهلي في تدريباتهم وفي مبارياتهم بشكل عام محليا ودوليا، لكن هل لاحظت وجود كمان يعني تركيز بدرجه خاصه او يعني اهتمام بدرجه مختلفه حتى عن التدريبات السابقه، بان ده اول وجود رسمي للمدير الفني لاسارتي في الملعب، وشفت ده منعكس على الحاله الذهنيه والفنيه والبدنيه ومحاوله اللاعبين تقديم نفسهم في تدريبه الاول وتولي التدريب لاول مره رسميا في الملعب بشكل خاص؟ بص استاذ محمد، انا هقول لك يعني ايه عنوان دقه ساعه العمل. الكل في ملعب اليوم مختار التتش، الكل بيتسابق على نيل ثقه الراجل. الكل كانت تقسيمه صغيره في اخر التمرين، مش عاوز اقول لك يعني التقسيمه شهدت تالق جميع اللاعبين. الكل يمكن انا اتكلم على الجداد، رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، تالق لافت للنظر. اللاعب الانجولي تالق لافت للنظر. اللعيبه بقى القدامى، كل اللاعبين شاركوا بكل قوه، بكل حماس، كل عاوز يلفت النظر للراجل. الراجل كان متحمس جدا، كان معجب جدا بشكل اللاعبين، بالاصرار اللي عند اللاعبين. الكل بيحاول في تمرين اليوم ان يلفت نظر المدير الفني ليه. وبالفعل انا لو مكان الراجل هحتار الفتره القادمه مين اللي ممكن يلعب ومين ممكن ما يلعبش، لان فعلا الجاهزيه هتكون كبيره جدا ووفره كبيره. الملعب النهارده كان زحمه كتير جدا، لعيبه كتيره جدا موجوده في الملعب، كل عاوز يثبت للراجل ان هو جدير، ان الراجل يحط ثقته في المرحله المقبله. طب هل على مستوى الجهاز الفني كمان دارت جلسات حوار وعمل خلال الايام اللي فاتت اللي هي بتعتبر المرحله التحضيريه قبل ما يبدا مهام عمله لاسارتي رسميا اليوم؟ هل لاحظت انه في درجه كافيه من التناغم والانسجام والتنسيق بين كل عناصر الجهاز الفني اللي كان قائم بالمهمه في الفتره اللي فاتت مع دخول لاسارتي ومساعديه القادمين معاه بدءا من تدريب اليوم؟
يجب الاول ان اشكر الكابتن محمد يوسف على يعني تحمله الفتره السابقه ما من النقد من كل حاجه. الراجل اشتغل واجتهد، النهارده انسجام واضح مع الراجل، النهارده بيساعد الراجل في كل كبيره وصغيره، بيتكلم مع الراجل في كل حاجه يعني شكل الكابتن محمد يوسف فعلا ابناء النادي الاهلي خلف كل واحد يجي يخدم النادي الاهلي. النهارده جهاز كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الكابتن سيد حفيظ، تحس ان في انسجام، تحس ان في تناغم، الكل بيتسابق ان الراجل ده ينجح، كلهم سبورت للراجل عشان ينجح، كلهم في داره عشان ينجح. بدايه التمرين الراجل مدرب الاحمال موجود عشان اللعيبه اللي شاركت امبارح في مباراه الداخليه، يمكن تمرينات بدنيه، يمكن المدرسه مختلفه شويه، التمرين مختلف شويه عن ليندمان او يعني كل هي مدارس، بس في الاخر بيبقى نتيجه التمرين واحد، بس شكل التمرين البدني مختلف نوعا ما. يمكن لاحظت يمكن اللعيب في حاجات جديده بيعملوها في التمرين ده، اللعيبه اللي شاركت امبارح، اللعيبه اللي ما شاركتش كان في تدريب بدني قوي وفي تدريبات ضغط بالكوره، يمكن الراجل بيمتاز او بيحب شكله كده من النظره الاولى، يبقى في مساحات ضيقه جدا، التسلم والاستلام مع الضغط يمكن كررها كتير جدا في بشكل اكبر بشكل ضيق صغير، وختم تمرينته بتدريب للكره بتقسيمه برده صغيره، التسلم والاستلام كانت تحت ضغط. الراجل باين من عليه من المرحله الاولى عاوز التمرير يطلع سليم، عاوز لو في ضغط على النادي الاهلي يبقى في استلام وتسلم صحيح، عاوز يبقى في تصويب جامد على المرمى، لان كان تعمل فقره مخصوصه في نهايه التمرين التصويب على المرمى، وتالق فيها رمضان صبحي، تالق فيها عمرو بركات، تالق فيها لعيبه كتير. الراجل مش سايب حاجه الا لما اشتغل عليها النهارده. على الجانب الاخر الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس يمكن عمل جلسه طويله جدا مع شريف اكرامي في نهايه المران، حوالي ربع ساعه اتكلم فيها مع شريف النهارده عشان شارك امبارح في مباراه امس، ومصطفى شوبير بيشارك ايضا في مباراه الشباب امس، يمكن اكتفوا باللفه حول الملعب وتدريبات بدنيه فقط. يمكن على الجانب الاخر الشناوي على لطفي تمرينه قويه جدا مع الكابتن طارق سليمان، والاثنين تالقوا فيها بشده، تاهيل مستمر رامي ربيعه، محمد نجيب، صلاح محسن، سعد سمير. كان ليا جلسه مع الدكتور خالد محمود وسالته باستفاضه عن حاله رامي ربيعه، عن حاله محمد نجيب، قال لي باذن الله اقل من اسبوع هيكونوا موجودين في الملعب. طيب صلاح محسن، سعد سمير، باذن الله يعني اسبوعين بكتير جدا. النهارده احنا كمان عندنا خبر مزعج شويه، ان نجمنا احمد فتحي هيغيب ما يقرب من 6 اسابيع بعد اصابته بتمزق في العضله الاماميه. تمام، كان انا كنت حريص اقعد مع الدكتور خالد محمود عشان اساله بالتحديد على احمد فتحي، طبعا هو قال لي 6 اسابيع ان لم يكن 7 اسابيع كمان تمزق في العضله الاماميه، نفس تجدد نفس الاصابه تاني. سالته عن اسباب، الراجل قال لك هنجتهد وبنشتغل وبنرجع اللعيب سليم. احمد فتحي من نوعيه اللاعبين المقاتلين، احمد فتحي لو عنده حاسس ان ممكن عنده يعني شد بسيط او وجع بسيط بيدوس عليها وبيلعب وبيخش فايتر قوي، فهو دوت القوه بتاعته هي اللي بتخلي ممكن الاصابه تتجدد، كان محتاج هو يهدى على نفسه شويه. فتحي قلب الاسد زي ما بيقول لي، قال لي احمد فتحي عنده قلب فبيخش بكل قوه، فهو ده ما بيخافش على نفسه، فعشان كده الاصابه 100% الجديد الثاني. فبيقول لي هيشتغل عليه الفتره المقبله باذن الله، هيكون يعني طبعا اصابه طويله، الاهلي في احتياج لكل ولاد، ولكن الموجود محمد هاني، موجود باسم، موجود كريم نيدفيد، فلا المكان باذن الله ما فيهوش مشكله خالص. يمكن زي ما قلت لك اللعيبه اللي شاركت بالامس كان ليهم تدريبات خاصه علشان تدريبات طبعا بدنيه خفيفه، وبعد كده تدريبات جيم، وبعد كده استشفى، نزلوا في الثلج عشان الريكفرنج. يمكن دي كانت ابرز كواليس التمرين. بشكرك شكرا جزيلا لك زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي على متابعتك لتدريبات اليوم وأبرز الأمور اللي طبعا توقفت عندها ملاحظات على هذا التدريب والأمور اللافتة للنظر مع بدء العمل رسميا اليوم والمهمة اللي بيبدأها اليوم من داخل الملعب لسارتي وجهازه المعاون. طبعا خبر إصابة نجمنا أحمد فتحي بالتأكيد من الأوراق المؤثرة جدا في الفريق وغيابه أيضا مؤثر، لكن بنتكلم عن صفقات ودعم للفريق وتجهيز لكل العناصر بأفضل شكل فنيا وبدنيا عشان تبقى فيه دايما الوفرة اللي بنقول إنها محتاجها فريق.